وغيرهم، وجزم غير واحد منهم النووي بأنه فتات قصب أو قصب طيب يجاء به من الهند. نعم، ما أدري العودة ريحها قبل أن توضع على النار كيف؟ ليس لها ريحة. نعم، لولا اشتعال النار في جزل الغضا ما كان يعرف طيب عرف العود، يعني يعرف بوضعه في النار. على كل نوع من أنواع الطيب، والأصل في الأطياب الحل إلا ما ورد الدليل بحرمته كالنجس من إذا وضعت فيه نجاسة، وهكذا الذي فيه نسبة من الكالونيا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن الهيثم بصري، هكذا هو البصري، أو محمد عنه، ومحمد هو ابن يحيى الذهلي، عن ابن جريج إمام مشهور أبو الوليد وأبو خالد، قال: أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة ابن الزبير، هذا عمر ابن عبد الله بن الزبير ابن عبد الله ابن عروة ابن الزبير، قال الحافظ: وهو مدني ثقة قليل الحديث، ما له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد، وقد ذكره ابن حبان في أتباع التابعين من الثقات. قال: سمع عروة والقاسم يخبران، وسمع عروة هو جده، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر، عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. ومعنى للحل أي التحلل الأول، والإحرام أي قبل أن يدخل فيه، أما إذا دخل فيه فالطيب ممنوع منه الحاج، فلا يجوز أن يمس الطيب بعد أن يدخل في النسك. وأمنا عائشة رضي الله عنها وهي زوجة رسول الله وأحب نسائه إليه تقول: طيبت رسول الله بيدي بذريرة في حجة الوداع، أي أن هذا الفعل كان متأخرا، لأن حجة الوداع كانت متأخرة للحل والإحرام. قال الحافظ رحمه الله: قوله للحل والإحرام كذا وقع مختصرا هنا، وكذا لمسلم، وأخرجه الإسماعيلي من رواية روح بن عبادة عن ابن جريج بلفظ: حين أحرم، وحين رمى الجمرة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، وهذا كما سمعنا هو التحلل الأول. فالحاج في يوم النحر يرمي ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف، لو قدم شيئا أو أخر شيئا لا حرج عليه، فإذا رمى وذبح، يقولون إذا فعل اثنين من ثلاثة
فقد حل له التحلل الأصغر أو الأول، يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. فإذا كانت عنده زوجته لا تحل له حتى يطوف طواف الإفاضة. هذا هو المراد. وقولها حين رمى الجمرة يعني أي جمرة العقبة، فإن الحاج في هذا اليوم المبارك يبدأ برمي الجمرة، ورميها بمثابة صلاة العيد للآفاق. هنا في قولها يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، التعليق هو بهذا اللفظ عند مسلم. إذن الحافظ رحمه الله عزاه إلى كتاب الإسماعيلي في المستخرج، وهو عند مسلم بهذا اللفظ. إلى هنا بارك الله.